السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا في القناة، فيديو جديد يعني وصفة جديدة في القناة إن شاء الله بإذن الله. اليوم بغيت نقدم لكم وصفة البيتزا، بيتزا ألفريدو بالصلصة البيضاء أو كيسموها صلصة ألفريدو. هاد البيتزا هذه كنديروها بالصلصة البيضاء كيف قلت لكم، والدجاج والفطر، كتجي لذيذة بزاف. وعلاش لا اننا نبدل المنظر ديال البيتزا، فعاوت ما نديرو بيتزا دائما بالصلصه الحمراء. نجربو هاد الطريقه هذيك اللي كتجي هائله في المنظر وكتجي جديده. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، ثم كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي لذيذه بزاف وحتى في المنظر كتجي زوينه. هذا هو العجين ديالها، كيجي عجين هش ولذيذ. حتى طريقة الخدمة ديالو كتكون سهلة بزاف. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. في المقادير غادي نحتاجو، درت هنايا 6 الكيسان ديال الفورس، كاس ديال الفينو، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة محكوكة ديال الزعتر، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة. عندي ماء دافئ، عندي نص كاس ديال الحليب حتى هو دافئ، ونص كاس ديال زيت الزيتون، القياس كامل بكاس ديال العنبة. كنضيف زيت الزيتون، والحليب، كنخلط كل شيء. هنا كي كتشوفوا الطحين ودوك المقادير الاخرين تخلطوا ليا مزيان مع الزيت والحليب. غادي نبقى نضيف الماء تدريجيا. كنبقى كنضيف الماء حتى كنحصل على خليط بحال هذا الشكل هذا صافي، وكنحبس الروبو. هنايا كيف كتشوفوا العجينه كنخليها مرخوفه هكا، كندير عليها شويه ديال الزيت. نحاول ندهن يديا بالزيت باش ما تلصقش فيهم العجينه. زيت الزيتون بطبيعة الحال، كنخليها هكا، كنغطيها بواحد الفيلم اني مونتاج حتى كيتضاعف الحجم ديالها. هنايا كنغطيها بفيلم اني مونتاج وكنخليها حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. على ما تخمر ليا غادي ندوز نحضر معاكم دابا الحشوة. في الحشوة غادي نحتاج، عندي هنايا 500 غرام ديال صدر الدجاج كنقطعو رقيق هكا، عندي نص معلقة ديال الملحة مع نص معلقة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال العطرية ديال الدجاج، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. هاد المقادير هادو غادي نشحرهم في المقلة غادي حتى كيطيب ليا الدجاج، أو هاد الدجاج هذا يمكننا أننا نشملوه ونحشيوه يطيب في الفران حتى هو كيجي لذيذ. أنا غادي نشحرهم هنايا في المقلة ونرجع نوريكم كيفاش كيرجع. من بعد ما وجدت الحشوه هي كيف كتشوفوا، دابا ندوز نحضر معكم صلصه الفريدو. اول حاجه كنديرها في هاد الصلصه هادي، كندير معلقه كبيره ديال الزبده، هنايا معلقه كبيره راه عامره. فاش كتذوب الزبده وكتوصل لهاد الدرجه هادي، كنزيد عليها جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، كنزيد عليهم ثلاثة د الصوص ديال الثومة الكوكي، كنزيد معلقة كبيرة ديال الدقيق، كنخلط كلشي، نزيد القياس ديال 200 ملل ديال الكريمة السائلة، لا كخيم فخيش ديال لاكويسون ماشي ديال لاباتيسخي. كنزيد قبصة ملح، شويه ديال البزار،
المثلثات ديال الفرماج. انا كنذكر انني حيدتهم فوق العافيه حتى كنخلط مع الكمون كنرجعهم فوق العافيه. هنايا من بعد ما الجبن اللي درت داب انا زدت هنايا الموتزاريلا محكوكه وكنخلط كلشي. الصلصه هي هذه هي وجدت. انا هاد الصلصه هذه ما درتهاش بالطريقه الاصليه ديالها، درتها باللمسه الخاصه ديالي. بالنسبه للطريقه الاصليه كيديروا فيها الكوزه، كيديروا فيها المعدنوس، كيديروا لها بزاف الاضافات. مازال ان شاء الله نديرها معكم في فيديو قادم في وصفه اخرى. دابا ندوز نشوف العجينه ديالي. العجين بعد ما ضاعف الحجم ديالو نتوما كيف كتشوفوا، دابا انا هاد العجين كنبقى كنحركو هكا بيدي باش كنخرج منه هذاك الهواء اللي تكون بالخميره. كيف كتشوفوا هكا دابا كنرجع نغطيه وكنخليه يخمر المره الثانيه. انا هاد العمليه تنكررها من 3 حتى 4 المرات على حسب الوقت اللي عندي. دابا غادي نديرها 3 المرات ونرجع لكم باش نشوفوا النتيجه النهائيه ديال العجين. العجينه هي من بعد ما خمرات ليا الاختمار الثالث كيف كتشوفوا، دابا كنخليها فوق سطح العمل اللي عندي. كنقسمها انا هنايا، كنقسمها على 5 ديال الاجزاء او كندير 3 في هاد القياس هذا وحده كبيره. كنرش سطح العمل في الفينو هنايا. هادي نقدر نديرها وحدة كبيرة، نقدر نقسمها حتى هي على زوج. هاد الأثناء أنا كنكون مسخنة الفران ديالي، غي كتخمر ليا العجينة الإختمار الأخير كنشعل الفران. كنكون مسخنة حيت فاش كنجي ندخلو البيتزا كيخصني يكون سخون بزاف. أنا هنايا مسخنة على درجة حرارة 210 حتى 220. دابا غادي ندوز نخدم معاكم هاد لي بيتزا هاد. كناخد عجين بيتزا كنفرش ليه شوية ديال الفينو وكنولي كنرشو واحد شوية وكنبقى نسبحو بالدلاك حتى كنحصل على العجينة كتكون دايرة ورقيقة ما كنغلطلهاش، ما كنخليهاش بعدا حيت راه كتنسخ ليا في الفران. يكون السمك ديالها رقيق. بعد ما سرحت العجين كناخد الصفصة ديال الفران كنفرش ليه ورق الطبخ وكندير من فوقو العجين. كنحاول انني كنقطو. كيف قلت لكم هاد العجين راه كيتنفخ ليا في الفران، انا كنخليه هكا يرقيق في هاد السمك هذا كيف كتشوفوا. دابا انا كناخد هذيك الصلصه اللي كنت صاوبت كندهن بها البيتزا ديالي. هاد الطريقه ديال البيتزا مشهوره بزاف، كتجي لذيذه. حنا ولفنا ان البيتزا خصها ضروري تكون صلصه الطماطم او الصلصه الحمراء، دابا الصلصه البيضاء كتجي زوينه ولذيذه بزاف. حتى في المنظر كنبدلو علينا المنظر، كنديرو ديما بيتزا حمراء دابا نديرو بيتزا بيضاء. كنبقى كنسرحها كنخليها
بعد ما سرحت الطبقه ديال الكريمه كندير دابا الفرماج موتزاريلا او اي نوع من الفرماج بغيتو. انا كنفضل الموتزاريلا في البيتزا حتى الكميه كتبقى اختياريه. كاين اللي كيبغي الفرماج بزاف كاين اللي كيبغي الكميه تكون قليله. انا كنكثر منه غادي ناخذ قطع ديال الدجاج اللي طيبت معكم قبيله كنوزعهم بشكل عشوائي. هي عندي المطيشة اسمحوا لي عندي البصلة حمراء كنقطعها نصوصها هكا كنبقى كنفرقها. كيجي المنظر ديالها زوين مع هاد البيتزا اللي كتكون كاملة بيضة. كناخذ لي شامبينيو. انا هنايا خديت كونسيرف ما لقيتش ما توفرش عندي الفخي. هو الفخي كيكون احسن كنبقى كنوزعو حتى هو بشكل عشوائي. بالنسبه لك انا عندنا الفخي كنقيوه وكنقطعوه شرائح طوليه وكنحطوه ما كنطيبوه ما كنشحروه حتى شي حاجه كنحطوه فوق البيتزا هكا كخضر كيجي المنظر ديالو رائع وحتى المذاق كيجي زوين بزاف ولذيذ بزاف على هذا اللي كيكون كونسيرف. كنبقى كنوزع كيف قلت لكم لي شامبينيو وكلشي كنوزعو بطريقه عشوائيه. فاش كنسالي كنزيد هاد الموتزاريلا اللي بقات عندي كنبقى كنزيدها من الفوق كناخد دابا الزعتر كنحكو بالطاحت فيا كمية كبيرة كنحكها فوق البيتزا وكنزيد واحد رشة ديال زيت الزيتون من القطات. أنا كيف قلت لكم راني مسخنة الفران على درجة حرارة 220 دابا كنتخلي هاد البيتزا ديالي مدة 15 دقيقة على ما كطيب ليا مزيان وكنطفي عليها لتحت وكنشعل الفوق باش كتحمر ليا واحد شويه ونرجع لكم. اهم المهم هو انني ما خصنيش نفوت 15 دقيقه حيت العجينه كتقصح. البيتزا ديالي بعد ما خرجتها من الفرن ديالي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا غادي نقطعها معكم كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. نتوما العجينه كيف كتشوفوها من الداخل كتجي رطبه وهشيشه. ها هي من التحت كتبان لكم انها محمره وطيبه مزيان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونال الاستحسان ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.